سلام الرب معاكم. مفيش جديد هيتقال، كل اللي كان عنده نبوءة قالها الفترة اللي فاتت، وانا اللي شفته قلته بالنسبة للأهرامات ونهر النيل، وهيجي مفيش كهرباء مفيش مية لمدة سنة، وهتيجي دقيقة من 12 سنة بقول ربنا وراني. مش أنا بقول عشان أنا يهيأ لي، لا أنا شفت. هتيجي دقيقة ما شافتهاش أرض مصر ولا وطنها العربي. النهاردة واحد من أولاد الله سمع صوت من السماء بيقول ها هي النبوءات السالفة، يعني الماضية، تتحقق، وأخرى جديدة أعلن عنها وأنبئ بها قبل أن تحدث. ما حدش يتخيل اللي احنا وصلنا له. 100 ولا 150 أسقف، ما طلعش حد وقال يا جماعة احنا في أيام عصيبة، بل بالعكس بيتعمل لسه تماثيل في أسيوط بالملايين ويقولوا في ايه تمثال العذراء، اهتمامات وانشغالات بأشياء والناس بتموت من الجوع، أو حتى مش عن بناء الملكوت، لأن المسيح بيقول لا يترك حجر على حجر إلا وينقض، والله لا يسكن في هياكل مصنوعة بأيدي. مش معنى كده برضو ما يتبنيش كنايس، لا، في الأولوية، مبدأ الأولوية في موعظة على الجبل كان واضح، اطلبوا أولا ملكوت الله، يعني لازم ده يكون انتهى واتمم نطلب الملكوت. فهو السؤال في الأساقفة المية 150 أو 10,000 كاهن تقريبا، لأن كل كنيسة فيها مثلا 3 كهنة أو 5، يعني ممكن شبرا فيها كذا ألف كاهن، ومصر القاهرة يعني ندخل في 10,000 كاهن، كم واحد من الكهنة سجل أو قال للي حواليه أنا حاسس إحنا في أيام عصيبة، لمجرد بس ينبه يوقظ اللي حواليه؟ كام؟ أو كم واحد قال فعلا النبوءات اللي بتتقال دي صح؟ كنا سمعنا عن نت، أو كنا، وحتى لو كان في واحد أو اتنين، لكن أنا ما سمعناش، أو لأن الوقت مجرد زرار يداس في الفيس أو على اليوتيوب العالم كله بيسمع. زي من 10 سنين اتعرف إن في واحد، في اللي قالوا عليه مش طبيعي، مجنون أو أخلاقه رديئة، اسمه هاني جرجس، بيقول حاجات علينا، لكن الأولوية صارت يتقال علينا بس. طب أي حد بيتكلم على اليوتيوب، وعلى اليوتيوب في أغاني ورقص وكل الشر وأنواع لا، أعمل شر لكن ما تتكلمش علينا. وهل الهدف كده؟ احنا وصلنا لمرحلة زي ما قام للسيد المسيح وكلموه عن هيرودس، قال لهم قولوا لهذا الثعلب، بتشتم. الموضوع ساعات بيتعدى خط وخطوط الأدبية. في ناس كتير ما فهمتش الكلام ده، ولما إيليا تهكم على أنبياء البعل وقال لهم تعالوا صوتكم، يمكن الرجل في خلوة ولا قاعد على البلاج ولا على البحر، عدى خطوط العقل، ما لهاش دعوة بقى بخطوط حمراء أدبية، لا ده عدى الخطوط العقلية. بنات بتنتهك ورهبات ومحدش يتكلم عشان صورتنا، وكبت ألم نفسي، وأنا مش بتكلم من فراغ، أنا بقول واحدة قريبتي في عائلتنا ضاعت سمعتها عشان جميلة، وربنا مديها جمال، والأسقف مش قادر يمسك روحه، أسقف واخد دبلوم سنه 25 سنة، و24 سنة اترهبا، وبعد كده بعد 4-5 سنين سنة 30 سنة بقي كاهن، وتقال له إكزما راؤوت، معناها مبارك الآتي باسم الرب. ليه؟ فين؟ فين في الكتاب وتعليم الآباء زي ما أبونا داود لما قال تعليم الآباء؟ المرجع الأصلي مش الكتاب، تعليم الآباء، والآباء قالوا إيه؟ ومحدش رد علي خالص في العشر سنين دي. فين سر مسحة المرضى وانت النية عايز تروح مستشفيات؟ فين والأسقف مفروض يكون سنه 50 سنة؟ قلتها لبابا شنودة، حتى بابا شنودة ما ردش علي، كان ليه وجهة نظر. طب ما موسى كان ليه وجهة نظر طلعت غلط، وبطرس والأنبياء والقديسين والتلاميذ، وبيغلطوا وبيغلطوا كتير كمان، مش حكاية وجهة نظر غلط، معرض. حتى أعظم نبي شهد له الله زي داود أن يقتل واحد علشان ياخد مراته بالغصب، معرض. مش معنى كده أنه وحش، معرض حاجات كتير، بس جه وتاب، وفي ناس ما تابتش، وربنا وراني الكلام ده.
عشرات الأسقفة والمطرنة بيقنعوا بنات المفروض الأسقف بقى لامرأة واحدة. فبقى الهدف أن يتقتل الشخص ده اللي اسمه هاني ليه؟ لم يعد الهدف تحقيق الحق أو أن يتعاش الحق. الهدف زي أيام المسيح بالضبط الشكل، شكلنا قدام الناس. طيب وبعدين؟ ما هو بالعقل، احنا تخطينا الأدب، يعني في بصمة الله حطتها علينا. أنا عشان عشت وسافرت بره كتير قابلت ناس مسيحيين ومسلمين، شفت البصمة بتاعت الله. كنت في أول مرة في مصنع، واحدة مغربية قالت لي إزاي ما بتاكلش، إزاي في الوقت الاستراحة؟ وأنا كنت خايف، أنا مش عارف الصح والغلط ومش عارف، والمدير السكرتير بتاع المدير كان مصري، خفت لحسين يكون صعب. راحت عملت لي سندويتش وقالت لي كيف كيف يعني إزاي تقعد وإيه خايف منه، خليه بس يكلمك. إيه ده؟ قلت إيه الوفاء ده؟ قلت لها أنت ما تعرفنيش. قالت لي شو؟ يعني مع انت عربي؟ بفتكر الكلام دلوقتي لما تبقى مذيعة جميلة بتقول لي هفضحك في كل حتة وتحت يدي، دي يد، ده اسلوب حد من داعش يا اختي، ده اسلوب حد ارهابي يا اختي، انت مش واخدة بالك؟ عندنا مرايات حتى نقدر نشوف انا راجل ولا ست، اقدر اعرف الست وعارف حدودها. تحت يدي، انت بص على ايدك، دي ايد امرأة، انت يا امرأة يا اختي، انت يا امرأة. المرأة ما تقولش الراجل غريب انا هفضحك وانت كرشك مش عارف ايه وبطنك ومنال موريس احنا مش حاسين، هي مش دي المشكلة، احنا مش حاسين بنفسنا، مش تخطينا الاسلوب الروحي ولا الحياة الروحية. لا لا لا، انا بحكي عن ناس من غير دين خالص بره، وبرضو المغربية دي انا ما اعرفش هي مسيحية ولا مسلمة ولا من غير دين، بس في بصمة. وأوروبا وناس ما سابونيش لما تهت في الشارع، واحد تركي واحد إيطالي، برضو الإيطالي قال لي لا أنا من غير دين، في بصمة. البصمة دي اللي حاولت أوضح وألقي الضوء في العشر سنين فاتت ضاعت. واللي فاكرين إن أنا بتصيد ولا قاعد بدور ولا أشوف ولا أشوف إيه، ده أنا بقول حد بيبعت لي، حد بيلفق لي. مية مرة ألاقي بنات يتصلوا بيا، وفي يوم حساب، في يوم حساب، ما أي حد يقدر يقول كلام. إزيك يا هاني؟ وإيه ده إيه ده؟ وربنا يقول لي دي بنت جاية من الشخص ده، وده أسقف، وبرضه هتحاسب يوم القيامة على كل كلمة. مش عشان أنا مش بقول أسامي أو لأنه مش هدف. لو هدف عندي، في ناس بتقول لي يعني أنت قاعد للمذيعة، يعني أنت قاعد لأبونا داود لمعي، يعني قاعد إيه؟ قاعد ايه ده؟ انتوا غلابة. اللي انا بحكي عنه ده، الحدث ده، ده من 9 سنين او 10 سنين بامانة مش فاكر، بس من حقبة. اللي بيشوف فيديوهات اللي هو بتاعت ابونا داود لمع اللي اتعمل دي من حقبة اقل حاجة من 7 سنين، والمذيعة الرقيقة دي ده من 8-9 سنين، مش فاكر مش فاكر. هو السؤال ايه دور المذيعة؟ أنا تحت يدي وفي حاجاتها أنت مخصصة عشان تفضح الرجالة والرجالة فقط؟ مش برضو في علامات استفهام؟ الرجالة فقط، ما فيش ستات بتفضحيهم حضرتك؟ وبرضو ما جاش وقت الكلام. يعني أنا يعني فعلا بتكلم بكل يعني مش عارف أقول إيه. أنا مش هدفي أصلا، لو هدفي من وقتها أقدر أرد، بعرف أرد كويس جدا يعني، برضو بالمنطق بالمنطق بالعقل. في اليوم ده كان ممكن أبعت وأبعت وأبعت وابتدي أشهر وتطلع في الفيديو إيه مذيع، ولا تكلمت ولا تكلمت ولا حتى كنت أعرفها ولا رديت ولا جبت سيرة الأيام دي، علشان أنا بقول ليه ربنا؟ ما برضو هو في منطق، في منطق، في عقل، ما المصريين عبقرة. أنا لو عايز أرد أنا بعرف أتكلم كويس جدا وبعرف أرد كويس جدا، وفي وقتها كنت أقول لها أنت مين أنت أصلا؟ إيه بنت ولا ست تبعت لي يعني؟ إيه بنات يبعتوا للرجالة؟ ولا تكلمت ولا تكلمت، لأن أنا فاهم فكرة امتحان يوسف، ولا تكلمت. أبسط حاجة أقول لها أنت مين أنت؟ وإزاي تتكلمي معايا بالطريقة؟ ولا قلت حاجة. هل في وقتها ما كانش فيه نت ولا عندي قدرة ولا لساني كان ولا؟ كنت في خلوة، أنا ما جاي بصيت عليها وخلصت خلاص.
ده صديقه اللي كان مسؤول عن مش عارف رده وقاله، لكن أنا بتكلم على اللي ربنا في نقطة، ما أنا مش برضو أي حاجة في أي حاجة، بقول أي حاجة في أي حاجة وعايز أسجل وحط طب أنا أحط الموبايل قدامي وأطلع لو أنا هدفي، يعني أنا برضو ما أعرفش أحط موبايل وأطلع عشان الناس تتفرج علي، يعني أنا يعني ما هغلب، أيوة ده مش هدف عندي، ده أنا بقول ليه ربنا سامح بكده وفي يوم حساب، ليه سامح بكده، إيه اللي بيوريهولي؟ راهب يترشم، ده في رهبان اترشم وهو بيه أسقف في نفس السنة. برضو الواحد مش عايز يتكلم، أنا أعتقد كل اللي أعرفه إن هو اترشم راهب كان عادي، واحد عادي راجل في الحياة، شاب جميل وطيب وزي الملاك. فين تعليم الآباء يا أبونا داود لما حضرتك بتقول المرجع مش الكتاب، الآباء، الآباء قالوا يترشم راهب، بقي راهب لبس جلابية، بعد شهر أو بعد ست أشهر بقي أسقف إكاز مرقوط مبارك الآتي باسم الرب. بمنطق البشر ده ينفع؟ بمنطق الإنجيل ده ينفع؟ هل عدى على متى 10 لا تحمله ولا وبيع كل ما عدى على كل طلع البرية إمتى؟ اعتزل في البراري وكان يعتزل إمتى؟ يعني ما مشيش الطريق، هل صعبة فهم؟ في طريق عشان أبقى زي المسيح علشان يبتدي يعلم، في طريق، هل عدى على الطريق؟ أي حد، أنا مش بتكلم عن حد معين وأنا ما عرفوش بأمانة، أنا بس سمعت في ناس قالوا لي فعلا أنا تأكدنا أن ترشم واحد وأكثر من حد ترشم راهب بعد سنة، وفي اللي بعد سنتين والأغراض معينة، اللي يبقى بودي جارد واللي 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 يعني الواحد مش عارف يعلق ولا يعلق على الفساتين العريانة ولا كسر الـ 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 والمرجع الأصلي مش الكتاب، لا الكتاب المقدس بقي الوقتي ولا الآباء. أنا برضو لا بدين حد ولا عايز حاجة من المذيعة، عايز إيه من المذيعة دي الوقتي بعد ما 9 سنين بعتالي الرسائل وفي الوقت اللي هطلعه يا أختي ما أنا ليا 9 سنين أهو بتكلم، ده ما بيعديش أسبوع ولا أسبوعين فيديو أو تسجيل صوتي، فيديو أو تسجيل صوتي، فيديو معدين 1000 تسجيل صوتي وفيديو، أنا مش بعد ولا بقول رقم. أنت حضرتك بتقولي طب بس لو اتكلمت تاني، ما أنا هتكلم بقى بنظام المصريين العبقرة الأسكية بتوع يعني العالم اللي بمنطق العالم، العامل عاملة هيخاف، العامل عاملة هيسكت ولا عامل هيترجي، ونظام بقى أمن الدولة نجس النبض، احنا فين؟ السؤال احنا فين؟ ايه ده؟ ايه اللي وصلنا له؟ كل واحد راضي عن نفسه مذيعة في قناة دينية راضية سيدة، بلاش مذيعة وبلاش قناة دينية وبلاش مسيحية، في فتاة أو سيدة ترضى نفسها تبعت لرجالة متعرفهاش عشان أسقف أو راجل قالك أو مطرن أو المبدأ، يعني اتلغى المبدأ؟ أنا أبعت للستة عشان أسقف قال لي ابعت أقول لها أنت اللي جسمك كذا، إيه ده؟ ده إيه ده؟ ده الواحد لو يقدر ينفجر في الكون هينفجر، ده إيه ده؟ بالله على الكل إيه ده؟ والراجل ممكن خشن، والراجل يعني ما قالش الكتاب الراجل مش مأذون يطلع صوته، لأن المرأة هي المفروض تبقى صورة للروح القدس، صورة وراها لنا ربنا في العذراء، سيدة تبعت لرجالة تحت إيدي حاجات تفضحك أنت يا اللي كرشك كبير. طبعا في مذيعة قالت كده، مش هنصنف، أنا بتكلم على المبدأ، بالله على الكل ده العنوان إيه؟ مسيحية أدمية؟ يعني أنا مش قادر عقلي يتوقع ده أولاد الناس ما يعملوش كده، والمتدينين ما يعملوش كده، اللي في الصعيد ده الست اللي في الصعيد بيقولوا اللي ما تحترمش نفسها، وي 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 ده احنا خرجنا عن كل المبادئ دينية عالمية، ولو يابانية ما تقدرش، ده ما فيش يابانية بتدخل المعبد عريانة، وبرضه ما حدش يتكلم، وبرضه الشخص ده ماشي، وانا مش بدافع عن نفسي، ده انا بقول، وانا برضو يعني برضو عندي عقل في هدف من الكلام، ما اللي بيتكلم من غير هدف برضو يعني الكتاب بيقول حماقة حمار اعجم،
دي كلمة الله، دي آية في الكتاب. هبقى حمار، هبقى حيوان، لا، في هدف. ليه؟ الله سامح بكل اللي بيحصل في الدنيا. أنا بجيب صوم بايشبيل، يعني أمثلة بسيطة، فور اكزامبل، أمثلة عشان اللي أنا بقوله. فأنا لما كنت بسكت أو ساكت العشر سنين فاتت، برضو في أب كاهن وكم راعي قالوا لي شفت عشان ما أنت ساكت في حاجات، ما هم عارفين في الكنيسة، فاهمين، ما أكيد أباء في البرية قالوا للمذيع. فبرضو سكت لأن الموت يعمل فينا ومش مفهوم. الوقت بقى لما بدأت أتكلم شوية، برضو في أب راعي قال لي أنت بتتصيد للكنيسة. بتتصيد؟ ما أنا عندي لسان كنت زمان، وليه ما تصيدتش من عشر سنين؟ بدل ما تقول فعلا إزاي الأنبا، ما البابا ماكاريوس ولا مش عارف إيه اللي ترشم سنه حاجة وعشرين سنة، ده في تاريخ الكنيسة، يعني بطاركة ترشمت في العشرينات. فين يا أبونا داود لمعي تاريخ الآباء والمرجع الأصل مش الكتاب بس، بالتسليم الآباء. فين تسليم الآباء؟ الدسكولية بتقول 50 سنة. برضو الأغراض اتعين بطرك وتعين حاجات لحاجات معرفش بقى سياسية، سياسة في الكنيسة يعني، فكرية أي حاجة. إيه ده؟ والأنبا ميخائيل بتاع أسيوط ما كملش 30 سنة. كل حاجة ضد الدسكولية. وفي الإنجيل وفين الثمر الروحي؟ الموضوع بالكلام، هو الموضوع بالكلام. بنات تكلم رجالة، احنا خرجنا عن كل نطاق، نطاق الكتاب المقدس ونطاق تعليم الآباء ونطاق الأدب. أعتقد دي مش محتاجة ستة عريانة وفي الفرح داخلين 20 واحدة عريانين المايوهات محتشمة عنها، يعني ده نطاق الأدب، ملهاش دعوة بالكتاب المقدس وملهاش دعوة الدسقلية. إزاي ست ترضى؟ يعني أنا عايز أسأل أي واحدة بتبقى في فرح، ليه عريانة؟ فرح، ايوه، احنا انا مش بقول لك ان ده فرح ولا ميتم ولا جنازه، انت ليه عريانه؟ ياما سالت ناس عشان الناس تشوف جسمك، السؤال ليه؟ ما جاش حد راعي ولا من اللي هو بيخرجوا شياطين ولا مديهم مواهب ولا بطارقه عندهم سلطه ولا 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 حد فكر ليه عريانه؟ ده المفروض يبقى هي ده صلاه، طقس، طقس، سر، يبقى عشان فرصه عشان الناس تبين أخلاقها ولا تبين الجسد ولا إيه بالظبط. الواحد لما بيسكت يقولوا آه طبعا ما أنت عامل عاملة. بالعكس، لما واحدة مذيعة عشان الكنيسة قالوا لها قولي، هي أولا خرجت عن النطاق الطبيعة، استبدلنا الطبيعة الحياة، السيدة تكلم راجل وتبعت له أنا معرفهاش. ثانيا في قوانين، بغض النظر الكنيسة قالت أو ما قالتش، السيدة في قانون بيحكمها إلهي، الحشمة والأدب والأخلاق. احنا خرجنا من القوانين، والدسقلية بتقول الأسقف، خرجنا من قوانين الأسقف. أما الكتاب المقدس بقى كونوا كاملين، نقول إيه فيها؟ نقول إيه يعني؟ كونوا متمثلين بيه، كل واحد وكل خادم، وانا اول كل، متمثلين في المسيح بايه؟ في ايه يعني؟ متمثلين في ايه بالتحديد وبنسبه قد ايه؟ خرجنا للبريه، خرجنا للبريه، اسقف مش عارف اترشم، ده في تعريف نفس السنه، ده ما كملش شهر بيه اسقف، واتقال له اجاز مرقوت، بطارقه اللي هو قبل البابا كلوروس، يبقى بس ما كملش 30 سنه يتقال له اكئز مرقوط مبارك الآتي باسم الرب. ولا دسقلية ولا إنجيل كونوا كاملين، ولا الصورة السامر الصالح، ولا أي حاجة. ولما بتكلم بعد ما أنا ساكت والسما ساكتة، بتصيد علي، صح ولا مش صح اللي أنا بقوله؟ صح ولا مش؟ أنا بس بلقي الضوء برضو الهدف، لأن احنا بتكلم عن موضوعين في موضوع واحد. ليه البذرة مش بتنمو؟ ليه احنا أصلنا بزار ما بقيناش أشجار؟ وليه الله سامح بالأحداث اللي بتحصل الأيام دي؟ موت ورا موت. حتى الطبيعة الأدبية، مش الإنجيل لا يعاش يا ابونا داود لمعي، المرجع الأصلي مش الكتاب ولا الأباء ولا ولا، القيم الإنسانية، بصمة الله للست، الحشمة والوقار راحت 100%، وقدام عينك وأفراح ناس قريبك وعريان وناس عريانة، اسكوت.
حتى البصمة الأدمية بتاعة الله ساكتين عليها. في إيه تاني؟ والأباء المشهورين مشهورين جدا الأيام دي بمسحة معجزات وإخراج شياطين وبيحضروا أفراحه كله عريان وساكت، وحتى اللي مشهورين بأنه هو سواح وشيخ سواح ساكت، أهم حاجة فلوس وأهم بنا والتمثال بعشرة مليون في مطرية أسيوط وفلوس وحياة والناس بيتخانقوا، أبونا مات المسكين مع البابا شنودة والاتنين مباركين بيتخانقوا 50 سنة وكله سكوت، ورهبان بيطردوا ظلم وراهبات بتطرد ظلم، وبيتشهر بواحدة عشان هي جميلة وأسقف عايز ياخد ويتحرش بيها وي وي وي. أنا بتكلم عن واحدة قريبتي يعني، وسابت الكنيسة وكانت هتنتحر، مش مهم، المهم كرامة، الكرامة بتاعة الأسقف فين في الإنجيل وفين في القيم الإنسانية والأدمية؟ أي حاجة لها علاقة بالأدمية فين؟ مفيش. أيوة مش معنى كده الكل، أيوة في ناس لسه مباركين، أيوة أنا أعرف أب كائن وما زال في علاقة زي الملائكة، أيوة بس نسبة قد إيه؟ وي وي. أنا بقول حاجة الله ورها لي، خراب خراب. أساقفة مرتبطة ومش متزوجة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، يعني داود غلط مرة واحدة، لا حاجات كتيرة، وفي أديرة وكنت بعدي عليها في الصعيد بتقية، ومش أنا اللي عايز أتقية وما عنديش فكرة، ده الله ساعات بيدي مسحة وإعلان، في فرق بين رؤية وإعلان. أنا مش قصدي أتقية، بيقول لي هنا وحل طين، دير من الأديرة بيقول لي كله واحدة طين، ما فيش غير اتنين تلاتة بس اللي هو يعني مش، وبرضو وحل الطين زي دوامة سحبهم، وده يقول لي مش عارف من القديسين، القديسين إيه، وتلميذ البابا كلورس يقول لي ده من السواح، كل ما يجي سيرته يقول لهم مش عايز اسمع صوت المجنون ده اللي اسمه هاي. طب ليه ما فيش، ليه الشخص ده مجنون طالما بيتكلم عن الكنيسه؟ ايوه في ايه يعني بيتكلم عن الكنيسه؟ في المسيح دخل ومعاه كرباج، في ايه في ايه؟ في بصمه ضاعت، البصمه الادميه، ان واحد ولد واخد دبلومه ومجرد، انا بتكلم عن الاسقف اللي عندنا في الصعيد، كان مجرد واخد دبلومه وبقي اسقف خلاص، بقي مرشد الروح للرهبان وللراهبات، وكلمته واسم رؤوت المبارك الاتي باسم الرب. وقلت للبابا شنو ده، الدسقليه بتوصل سنه 50 سنة، سكت لاغراض واغراض واغراض وما حدش حاسس بالخراب. والدليل فين الثمر؟ من الثمر تعرف الشجره. المرجع الأصلي مش الكتاب المقدس وخرسوس أنست خدوا الفاكسين؟ طب الفاكسين ده خطة، ما حسيتش بالروح إن هي مخطط من سم الحي عشان الناس تموت؟ طب فين سر مسحة المرضى؟ يعني في برهان روح، في براهين روح، فين صورة السامر الصالح؟ ده أنا مجرد بس بتكلم بالشكل ده، وأب اعترافي كنت في ألمانيا حس إن هو عشان مش عايش الكلام ده، مع أني كان ليا صديق لما نزل ألمانيا ما كانش يعرف حد خالص من سوهاج وملاك ومن العيلة غريبة جدا، ملايكة من أطيب الناس، وكان معايا من أيام الجامعة، ولما نزل ألمانيا بيقول لي طب هتستضيفني قد إيه؟ قلت له إيه اللي أنت بتقوله يا عاطف ده؟ إيه اللي بتقوله ده؟ إيه يا حبيبي ده؟ أقعد لغاية لما أنت تزهق وتمشي. حتى ابتسم وشه حمر ومش لأن الولد أصيل جدا. عدت الأيام وسافرت أمريكا ورحت وجيت، وبعد ما حصل لي الاختطاف نزلت ألمانيا عشان ربنا كان عايزني، فرحت عنده قال لي مش ممكن تنزل عندي، أبونا قال له يمشي من عندك. الراجل كان بين الأدب وبين الأبونا، قال لي معلش هو مش ممكن، ما تزعلش مني، والواد مش عارف يعمل ومعذور طبعا، ربنا ما ورانيش أنه زعلان منه أو أنا حتى زعلت منه، معذور ده الأبونا. في كهنة بيسهروا علينا كتير زي ما أبونا داود، أيوة يا أبويا أيوة، مش محتاج يعني منطق، خلينا كبار نضجين، أيوة في قديسين بس كام؟ نفس الرد بتاع البابا شنودة، قلت له كام واحد يعني، فين الرهبان، فين صورة المسيح؟ قال لي في قديسين، قلت له كام واحد زي الأنبا أنطونيوس كوكب البرية، أو زي يوحنا المعمدان أو بولس الرسول؟ وعشان الرجل متواضع بالفطرة ما ردش، مفيش زي يوحنا المعمدان. مش ده الموضوع، احنا وصلنا لمرحلة النهاردة ربنا قال لي يعني صلوا صلاة دانيال اللي هي في دانيال 9، وما قاليش دانيال، صلوا صلاة دانيال، انتوا وصلتوا لمرحلة مش محتاجين فيها غير تصلوا،
أيها الرب الإله العظيم، مش محتاجين نقولها، كل واحد يفتح بقى دانيال 9. المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وعامل وصاياه. أخطأنا، إننا أخطأنا وأثمنا وارتكبنا الشر وتمردنا وانحرفنا عن وصاياك وأحكامك. أخطأنا وأثمنا وارتكبنا الشر وتمردنا وانحرفنا، لم نسمع لعبيدك الأنبياء الذين باسمك أنظرونا وأنظروا ملوكنا ورؤساءنا وأبائنا وجميع الشعوب. لك أيها السيد البر، أما لنا نحن الخزي. موضوع مش محتاج كلام، هو ما فيش موضوع أصلا يتقال، لكن الأيام جاية سنة كاملة ربنا وراني ما فيش مية ما فيش كهرباء. ليه؟ ما عرفش. هو قال لي نبوءات أشعيا وأرميا وحزقيال كلها، خصوصا أشعيا اللي هي لما شفت المسيح في وسط النهر ستجف الأنهار. لو واحد فكر بس الأسقفة اللي بتحاربني وأسقف الشباب اللي ضربني على وشي والمكرس اللي من الصعيد بيقول له أنت بتعمل كده ليه سيدنا؟ ده مش جاي طالب صدقة، ده بيقول شفت المسيح، برضه عايز حد يفوقه بالمنطق. اللي يترك ده اللي يترك حاجات ده، في ناس بتعمل المستحيل وتزور عشان تسافر بره. وفي كهنة جات لهم هجرة عن طريق المدام والأولاده، هاجر بره، قالوا مش مهم، لأن فعلا بلاد جميلة ونظيفة وكأنك في جنة عدن، في حتت زي في جوتسبرج وحاجات على جبال القلب. فلما يجي حد يسيب ده كله، وكان عندنا هجرة في أمريكا وكنا في ميتشيغان، كنت بصلي في كنيسة ماري مرقص عند أبونا مينا إسحاق في كنيسة ماري مرقص، يعني وما فيش حد طبعا أنا يقدر يقول اسم أبونا. وفي اللي راح وسأل أبونا بول الشحاتة في كنيسة العذراء في ديزلدورف، قالوا له أيوة فعلا هني كان جاي هنا، ومش فعلا جاي بيشتغل زي الطلق اللي بيخدمه في المطاعم ولا مش عارف لا كان بيدرس دراسات عليا. صح ماشي، بس هو أفكاره كده. فاللي بيسأله قال له لا أنا ما قلت لكش على أفكار، هل فعلا كان بيدرس؟ طب ويلي خليه يسيب بكل ده ويختفي بالعشر سين؟ ما نعرفش في حاجة بقى في مخه بقى. لا، المنطق البشري ما فيش حد يترك إلا لو لقي حاجة أعلى وأغنى وأفضل، لقي الأفضل بمنطق البشر. سيبنا من الناحية الروحية، بمنطق البشر أنا عايز إيه؟ بمنطق البشر أنا ما كنتش فقير وربنا مديني مواهب، وكنت عازف بيانو في أكبر فنادق في مصر في أيام الجامعة، كنت بعزف مقطوعات عالمية في وقت الأجازات، ربنا مديني حاجات كتير، وسافرت وأتقنت اللغة الألمانية ودرست ونجحت وفي بلد وفي بلدين وكذا بلد. بالمنطق هعوز إيه؟ بالمنطق هعوز ايه؟ هدفي ايه؟ لما واحد كان عنده انا سيمون لو تركت العرش وجت وراحت للدير وعملت هبيلة وحصلت سرقة، يقولوا معقول اما ممكن الهبيلة دي اللي تسرق؟ هل فعلا ممكن عمليا فعليا لما واحدة سابت قصر؟ يعني ده شيء كوميدي، يعني هي سايبة ليه؟ ما كان عندها، ما انا كان عندي. الناس بتقول بيصور في بيت ريتش هاوس تلقاه سارق، ولا ده سارق بيت قديم من 70-80 سنة، يعني أمور في دقيقة صعبة جدا. زي ما المسيح قال إن زي ما كان في أيام نوح كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون حتى دخل نوح الفلكة وجاء الطوفان، ده اللي هيحصل الأيام اللي جاية. وهكذا كما كان في أيام لوط يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، كل ده في لوقا 17. واليوم اللي هو خرج فيه لوط وأمطر الله نار وأهلك الجميع، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. احنا مش حاسين كون ان مفيش كاهن قال يا جماعة انا حاسس ان نهاية العالم فيه، في أسقف قال لي الحق يتقال برا مصر فعلا فيه، قال أنا حاسس أن العالم انتهى. طب عمليا والكلام ده من سنتين يعني أو أكتر، أيوة عمليا. طب نوصل الإحساس ده للناس عمليا؟ ما فيش، ما هو في منظومة بقت بصبغة رئيس العالم، الكارثة
سيدنا قال ايه تتقفل الاداء. سيدنا قال الفيديوهات بتاعه اللي اسمه هاني دي تتشال، يعني تتشاله في 24 ساعه. ده موقف قدامي وانا كل واحد هياخد هيعطى حساب عن كل حاجه بيقولها. ايه ده؟ ما هو سلطه تنفيذيه وتشريعيه وكمان نلف له تهم. ده انا ربنا وراني حاجات انا ما قلتهاش، اللي كان عايز اسقف يلف لي تهمه مخدرات ويحطها من تحت الباب. اصل ازاي بتفضحنا او يخلي بنات يتصلوا او 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 مزع. ايه ده؟ السؤال ايه ده؟ ده حتى البصمه الادميه راحت، للناس اللي من غير دين خالص راحت ومش حاسين. البصمة الأدمية اللي أنا شفتها برة في ناس عرب وناس من أتراك وناس إيطاليين من غير دين، بصمة الإنسانية راحت. إحنا بنقتل، يعني أيام بعت لأبونا داود لمع مع ناس وقلت لهم قولوا له أنت قتلت إنسان هل حشعرت؟ طبعا كنت عارف المتوقع ابتسامة وصمت، وفعلا كانت ابتسامة وصمت. هل حسيت انك قتلت وقتلت 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 وقتلت؟ الصديق راعي نفس بهمته. فين الغلط؟ سكوت. ورينا الغلط، تقول الغلط عشان الناس تتعلم والشخص ده يتوب وافرد وحش. ما فيش اي بنيان غير لف الميكروفونات. ده مش ما بيقولش من الانجيل وما بتكلم من ايه؟ من جريدة الوفد. بحكي عن ايه وعايز ايه؟ اللي كان عايش بره عايز ايه؟ يعني بالمنطق بالعقل، بالعقل اللي الله عطاهنا هعوز ايه؟ افتراضية موجودة. لو مثلا الله سامح ليا مع احترامي لكل الناس من عيلة مش لاقية تاكل وفقيرة وده غنى برضو. في ناس فاكرة ان انا بتهكم، بالعكس ده يا بخت. يا ما شفت ناس فقيرة جدا بقول لهم انتوا اغنى ناس وهم مش مقتنعين. يكفي انكم مرتاحين، يكفي صحتكم، يكفي انكم مع بعض، يكفي في شبع وجداني وعاطفة ونفسي. لا بس سامح ربنا ان انا من عيلة كويسة جدا وسافرت بره وبدرس، والبيت اللي انا مصور فيه ده البيت المتهدم من العيلة. ده في بيت كان كبير جدا في السوهاج في الصعيد. ما يصحش الواحد يقعد يصور يعني ما هي مش آدمية برضو. يعني الأيام جت ومش محتاج الموضوع كلام كتير، يحاصرونك وده هتحصل. النبوءات اللي في العهد القديم لبعض بلاد كان فيها أولاد الله ده هيحصل في الوقت ده. بس الناس هتدرك ان الله بعت تحذير وإنذار. الشخص ده اللي بيعفرت الناس، ورديت على أبونا داود لما قلت له ويونان لما قال ستنقلب المدينة ولم يذكر لم يذكر اسم الله من قريب ولا من بعيد، ده إيه بمعيارك؟ طب ما الله هو اللي قال له كده. برضو عفرة الناس دي آية في الكتاب، آية عفرة الناس. ده عفرة الناس ياريت كان في البلاد اللي حصلت فيها في المغرب ولا في سوريا ولا في تركيا حد كان من سنة يقول لهم هتيجي زلزال. مين أفضل؟ حتى كانوا ياخدوا فكرة، برضو كانوا هيتعفرطوا، كانوا ياخدوا فكرة. كل واحد ليه إله يطلب من إلهه ده إذا كان حاسس ومقتنع، وإن كان في يقين إنه بيعبد الله. الله هيبين له الأيام اللي جاية هل فعلا كان بيعبد الله بجد وبالروح الحق وبصدق، ولا كان بيعبد إنسان سيدنا زي ما زي سيدنا وزي ما يقول سيد. أيما بطرس الرسول لما نط من السور بعد ما عرف المسيح وعاش معاه، ما هو كان برضو سيدنا. يهوذا اللي سرق برضو كان سيدنا. وهارون اللي عمل العجل بإيده وقال على الناس عريانين برضو كان سيدنا. وحنان وقيافة كانوا سيدنا، ونسطور وناس كتير وأي حد في أي وقت برضو سيدنا. يعني إيه سيدنا؟ والمسيح يقول لا تدع لكم سيدا. احنا غلابة غلابة وما فيش حد هينفع حد. احنا استوطننا في نفسنا بشكل لا يتخيله عقل. عدينا مش حدود الأدمية، عدينا حدود المشاعر. وزي ما يكون واحد أعمى يصم أذنيه على أي حاجة، حسينا بس بنفسنا
لما أبونا داود لما بيقول لما حد ابتدى يتكلم بس على الكهنة وعليه قال التشهير يا أخوانا ده حاجة خطيرة جدا. ده التشهير ده أنت عارف حسيت بس حضرتك لما حد اتكلم بس عليك، لكن أنت تعمل لقاءات عشان البابا قال لك ومش حاسس بالآخرين. الصديق يراعي نفسه بهمته مش موجودة. فيليبي 2 لا تنظروا كل واحد ما هو لنفسه بل ما هو للآخرين. احنا بالعكس ما تنظرش تشوف الآخر، يعني أنت عايز إيه؟ شوف اللي حواليك فين تلك الصورة عينها، يعني تلك الصورة عينها أنت حضرتك كده مسيحتي. كل واحد يسأل نفسه هل هو كده؟ كل واحد راعي أو خصوصا صورة المسيح دعي عليه اتقال له مراؤوت مبارك الآتي بس مرة، هل هو فعلا يعني زي المسيح؟ المسيح كان على الصليب كان بيهتم بمين؟ ده كان مشغول بالآخرين، هو في أصعب ألم. احنا العكس، احنا بقينا الصورة المعكوسة زي عملة معكوسة زي العملة المزورة، يعني هي مش حقيقية ملاش قيمة المعكوسة. المسيح على الصليب كان مشغول بكل شخص، بالرومان وباللص وبالأم وباليوحنا التلميذ وبكل واحد. احنا بالعكس، احنا بنتصور قدام الاستاكوزا وبناكل وموايد وعادي وعادي ومش حاسين حتى بحكاية مراعاة المشاعر. والبنات اللي بتنتهك والرهبات اللي بتطلع والرهبان اللي بيموتوا، ده في رئيس دير اللي يضايقه يديله حقنة بنجي وترمى على الطريق. انا رحت له الشخص ده، هو لغاية النهاردة مشرد وبيشتغل في كشك وكان مهندس كبير. انا مش بحكي حاجات كده هو أديرة، والدير عارف كل ده، مجرد بس يعني يتجرأ يعلي صوته على رئيس الدير. دي صورة المسيح، مش مكسوفين من نفسنا؟ يعني احنا برضو حاسين مقابرة، احنا صورة المسيح، دي صورة المسيح. منظرش ما هو لنفسي بل ما هو للآخرين. أراعي نفس البهيمة، عيني عينك، دي وصية في العهد القديم. وتحب قريبك كنفسك، والسامر الصالح، دي السامر الصالح نذبح على القنوات، نشهر الناس حتى البنات في قناة دينية، قناة أرثوذكسية قبطية المذيعة اللي ليها 10 سنين. هفضحك وتحت يدي هفضحك. ايه ده؟ احساسنا ايه قدام الله لما نقف قدام الله؟ بيبقى شعورنا ايه؟ اكيد مات طبعا، احنا مش حاسين لا بالفقراء ولا بالاغنياء ولا باي حاجة. يعني المفروض نشعر ايه اللي يرضي الله؟ فين ده؟ احنا اللي يقوله لنا البابا، البنات عريانة وفساتين، حتى الميوهات محتشمة عن فساتين الأفراح ومحدش رد، وقلتها وبعتها لابونا وأخونا محدش رد، والأساقفة محدش رد، ولا لما رحت البابا شنودة قلت له الدسكولية بتقول إن في وسط القداس مفيش، اتكسرت كل القوانين. المرجع الأصلي لأبونا داود لما بيقول مع احترامي ليه، المرجع الأصلي ما عادش الكتاب المقدس، هو قوانين الأباء ولا حتى قوانين الأباء. السر الزيجة مفروض في القداس وانت عارف كده، ما بيتعملش، اتقصر. الأسقف لازم سنه 50 سنة، اتقصر. ده في ناس قالوا لي أول مرة نعرف كده، ما فيش امتى لازم يبقى عنده حكمة عشان أقول له اكئز مراؤوت، أقول لشاب اكئز مراؤوت مبارك الآتي باسم الرب، وليه سلطة تشريعية وتنفيذية، يتقفل الدير يتفتح الدير، ده يتشرع بيه، ده يتشهر بيه، أي حاجة. احنا وصلنا للدرجات دي مش حاسين بالآخرين؟ كام واحد زي السمير الصالح يرضى يشيل واحد وينام ويسهر عليه زي أنب برام أسكول فيهم؟ كام واحد في نص الليلة وحد خبط له يا خبر انت ازاي بتكلم؟ ده مجرد انا مش بهين أنب موسى أسكول في الشباب، انا ده انا بقول له يعني مقرز بيقول له ده شاف رؤية، انا قلت هيفرح بيا، ده انا بس عايز استشيره، كنت لسه جاي من برة، ده عايز حد يفوقه. ابتدى يلطش بالإله، ايه اللي بيحصل ده؟ وبنات تنتهك، ايه اللي بيحصل ده؟ وراهبات بتطرد ظلم، ايه اللي بيحصل ده؟ عشان بس مجرد رئيس الدير ده موقف قدامي، علشان متقدمش فروض الطاعة والولاء لأبوه أمنا، رئيس الدير أبوها جه متقدم لهوش نفس الميدة بتاعت الأسقف، إلا ومحدش يتكلم ومحدش يتكلم ومحدش يتكلم. أصل ظهر لي القديس ده وقال لي دي تطرد ودي تطرد ودي تطرد. وفين القوانين الأصلية؟ أريد رحمة لا زبيعة. وفين الحكمة؟ وهتخافع يعني؟ ومحدش بيتكلم من قرن من الزمان، ومحدش حاسس، والله هو شايف. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما نستغربش يعني على الضيقة العظيمة اللي جاية، ما
ما نستهو يعني ما ننبهرش، لا لا، اللي بيحصل أكتر وأكتر وأكتر، ولما هيحصل هيبقى في كلام تاني، هيبقى في كلام تاني. كام أسقف مرتبط بواحدة واثنين وخمسة، كام أمور بكت السماء. عشان كده ربنا ساكت، لكن ينزل بنار. احنا مستغربين عن النار اللي نزلت في سدوم وعمورة، ده أقل شيء نار تنزل. مستغربين إن الله غرق العالم، غير ناظرين ما هو لنفس، كل واحد ما هو لنفسه بل ما هو للآخرين. فين الصديق راعي نفس بهيمته؟ فين بس الآية دي راعي نفس البهيمة؟ احنا مش حاسين غير بنفسنا، احنا اتجمدنا بقينا زي الحجر. وحتى لما بيتقالوا، لما واحد وصل لابونا داود، لما قال له طب ما انت فضحت الرجل، انت ما انت جرحت، انت قتلته، ابتسم وسكت. ايه قتلته جيم؟ ايه قتلته جيم؟ ما في. اخر حاجة احب اقول عليها، اي حد حتى ما عندوش كتاب دسقلية يدخل على النت يكتب الدسقلية، يفتح صفحة 29 او 28 حسب الطبعة، الباب الثالث اللي هو المسؤول عن الاساقفة والقصوص والشمامسة. نزعلوا مني لما تكلمت عن ابونا داود لما كتير، وقلت لهم هو خافي عن الموضوع ده، ولما تكلمت عن حكاية الاسقف المفروض يكون سنه 50 سنة مردش، ولما تكلمت عن ان حاجات كتيرة العري اللي حصل والبنات، وان الزواج مفروض يكون في القداس مردش. انتوا زعلانين عشان بقول الحقيقة؟ طب ما اي حد معرض الخطأ، يعني ابونا داود لما ما يخطئش، لا يخطئ داود النبي اخطأ، وبطرس الرسول، وانا بغلط. انا بتكلم عن نقطة معينة، في ناس كتير قالوا لي يعني انت بتغلط، بغلط وبغلط وبزعل وبغضب الله كتير، بحس احنا بنتناقش على هل انا عايز كده، هل انا طيب مسؤول، هل انا اسقف المفروض اكون اراعي لاعلى ما يكون، في خطوط ما تعدهاش حتى لو انا ضعيف في حاجات، في حاجات مفروض ما تعدهاش، اسمح بكامل ارادتي ان الست تبقى عريانة كده هو قدام الهيكل، ان والميو يكون محتشم. في باب الأساقفة الباب الثالث صفحة 28 أو 29 بيقول هكذا سمعنا من يسوع المسيح، استلمنا منقول من الآباء، زي ما أبونا داود لما يقول سمعنا إن هم خدوا من الآباء، منقول من الآباء، مش هو قال كده أبونا داود لما؟ المرجع الأصلي مش الكتاب، ولكن قالولنا الآباء، قالولنا إيه؟ قالولنا إيه أبونا داود لما؟ ما ردتش علي. يجب على الراعي الأسقف أن يكون بلا وجد ولا علة، ويكون طاهر من ظلم الناس، يعني متواضع جدا يعني، ويكون عمره 50 سنة. ومرة تانية طبعا تقول ولا يكون عمره دون 50 سنة، يعني سنه 50 سنة فما فوق، لكي يوجد على بيته جيدا، يعني يهرب من الأباطيل ويكون طاهر من الأكاذيب، وأن كل كلمة رديئة يقولها ما ينفعش، يعني بعيد عن الحاجات دي كلها، ويكون مكرسا. الكلام واضح، يعني الكلام واضح جدا، يعني وفي الباب اللي هو 23 ويكون طعامه خبزه وملح وزيت يا ابونا داود لما، ويكون طعامه خبزه ملح. نفتح الدسقلية حتى لو منعوها أساقفة أو منعوها أباء، ودي حصلت على النت، ربنا ما سمحش تتلغي من على النت. يكون طعامه فقط خبز وملح وزيت وعسل وبقول، ولا يذوق لحم أو خمر، وأما بقية حياته يصوم كقدرته، وينال من الطعام الضروري، ولا يأكل لحما، ليس لأنه أكل نجس، لا فيش حاجة اسمها نجس، وممكن كمان يتجوز، ما مش حرام، بس المفروض يكون صورة للمسيح، لألا يقسو قلبه ويظلم عقله، وألا يظلم عقله ولا يقدر أن يسهر، قصده سهر الروح يعني. الكلام مش واضح؟ وإذا مرض في تلك السنة مرض شديدا يمكن يدوله شوية عصير، أو الكلام مش واضح؟ هل لهذه الدرجة؟ هل لهذه الدرجة؟ ما نفتح الدسقلية. الإدانة دي حاجة خطيرة يا إخوانا، ده كلام أبونا داود لما لا جبنا سيرة خريستوس أنست خدوا الفاكسين، لا جبنا سيرة لما جيت الكورونا اللي هي بتعلى، جبنا سيرة إن في مسحة مرض، في سر مسحة، في إله بيشفي بيقول أنا الرب شفيك، ما جبنا سيرة الله اللي بيشفي، ما جبنا سيرة إن الأسقف صح، كل أو أغلبية الأساقفة في حدود الثلاثينات،
احنا كسرنا وقلتها للبابا شنودة ما ردش علي، وفي يوم حساب وفي دسكولية هي مكتوبة. احنا كسرنا كل القوانين الأدبية، احنا مش حاسين غير بنفسنا تماما، مش حاسين حتى مش حكاية الروحيات ماتت، البصمة الأدمية اللي موجودة عند الكوريين وعند اليابانيين اللي بينحنوا، فين الأسقف اللي بينحني بس زي اليابانيين اللي بنقول عليهم ما يعرفوش الله؟ البصمة بتاعت الإنسان اللي هو يحترم الإنسان موجودة في شعوب احنا مش موجودة عندنا. احنا بنضرب زي أسقف المقطم بيضرب بهمجية، أسقف نجا حمادي بيضرب، وربنا وراني ما هو قال لي من الأساقفة في اتنين خارجين من زي وحش الأرض ووحش البحر، والاتنين اتوفوا الشهرين اللي فاتوا. سحر بيعملوا سحر وياخدوا حاجات، وقالوا يا مناشدوا بتوع نجا حمادي بابا شنودة قالوا له مش قادرين، أم بكروس في حاجات مش طبيعية، وده حقيقة ربنا وراني حاجات الواحد يتكسف عن يقولها. وفي أرواح وفي أوروبا يعني ياما ناس قالوا لي فعلا وقفنا على باب الدير اللي هو ربنا قال لي إن الأسقف ده أو الراهب ده أو رئيس الدير ده الوحش الخارج من الأرض، قالوا لي فعلا حسنا إن بيت أشباح، وأنا حسيت بيه لما كنت بدرس هناك، بيت كله شياطين وربنا قال لي ده الوحش الخارج من الأرض ودير وبيظهر وزهورات، ما احنا مش شايفين. فين صورة المسيح يعني؟ ما هو ببساطة فين صورة السامري؟ كلام مش هينفع، كلام مش هيفيد، أنا بس بلقي الضوء وبقول اللي أقدر أقوله، وكل واحد قدر خيره يعني يديك العافية يا ابونا داود ان طلعت وسجلت ولف الميكروفونات، الشخص ده مش من الكنيسة ولا أرثوذكسي ولا، وهو بيعفرت الناس الكلام اللي قلته حضرتك، لا مع احترام انا ما بتكلمش غير عن الانجيل وعن الاباء القديسين السواح. اما حكاية انا ايه مسيحي ولا مش مسيحي، ده قضاء الله، ده قضاء الله، او انا فعلا شفته ما شفتش يعني، ده محتاج عقل يعني بسيط جدا اللي يخلي واحد يترك ويترك ويترك. الايام اللي جايه الله هو اللي هيتكلم، وهذا يكفي. فمن العهد القديم، من العهد القديم ربنا بيقول لنا في سفر الجامعة باطل الاباطيل والكل باطل، باطل الأباطيل 12 إصحاح، كل شيء باطل بالترجمة الدقيقة، ولا منفعة ولا فائدة لكل تعب الإنسان اللي يتعبه. ليه؟ لأن احنا في حلم، جيل يمضي وجيل يقبل والأرض قائمة للأبد، الشمس تشرق ثم تغرب مسرعة لموضعها، الريح تهب نحو الجنوب وتلتف نحو الشمال وتدور حول نفسها ولا تلبث أن ترجع لمسارها، جميع الأنهار تصب في بحر واحد والبحر عمره ما يتملي، عمره ما هيتملي، عمالة الدورة في الأرض هي 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 هي، والكرة الأرضية تلف وتلف. وطبعا ربنا بيدينا يعني كل يوم فرصة، وكان مساء وكان صباح وكان مساء وكان صباح، وترجع المياه لمكانها التي جرت منه، جميع الأنهار جميع الأشياء مرهقة وليس في وسع الإنسان أن يعبر عنها، فلا العين تشبع من النظر ولا الأذن تمتلئ من السمع. كل كائن ما هو الذي سيظل كائن، وما صنع هو الذي سيظل صنع، لا شيء جديد تحت الشمس. بنأكل النهاردة ملوخية وبكرة بامية وبكرة رز، بعد كده هو نرجع ليتنا كنا جنب قدر اللحم البصل والقراط، ما فيش جديد، ما فيش. والأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، هناك شيء يمكن أن يقال عنه؟ انظر هذا جديد، كل شيء كان موجود منذ العصور، ليس من ذكر الأمور السلفة. فين التغيير وفين البنى؟ يعني احنا مش حاسين بنفسنا، كل شيء اتكسر. أيوة كلام ابونا داود لمعي صح، ان التلاميذ كانوا 12 واحد منهم كان بس يهوذا، بس احنا المشكلة ان في 100,000 راعي كاهن وشماس ومطران، في 100 يعني منهم 10,000 يهوذا، ومش كده وبس، لو فرض ان واحد بس مش في العشر، 1%، الكلام ده من 100 سنة صح، من 100 سنة فعلا واحد كده نسمع ان كاهن، مع انه يعني اترشمت أساقفة يعني في أيام البابا قبل البابا كلوروس في الأربعينات والثلاثينات، برضو سنهم ما كملش 30، يعني اتكسرت الوصية يعني، بس إيه 10% ابتدى الموضوع يتوسع، احنا مش واخدين بالنا، بقى 2% بقى 20% بقى 8%، الموضوع بقى بالعكس الوقت. ما هي الأرثوذكسية؟ الأسقف بتاع فرنسا انك تبص في وش ولا قفل اللي قدامك وتمشي وما فيهاش نقاش ولا فيها، ما طبعا
ما هو الكلمة اللي يقولها أبونا سيف على وتلغي كل حاجة في دماغك، لغي لغي لغي. بيل جيتس عايز يلغي والمسؤولين في العالم عايزين يخلوا العالم كله يلغوا 19، حتى اللي في الكنيسة عايزين يلغوا العقل كل حاجة. وعيني عينك والكلام واضح مش موارب، وتلغي كل حاجة في دماغك وتقول ورايا أبويا قال، حتى لو قال لك تعمل إيه. أي أبونا ده بافتراض ان هو يهوذا يعني 100,000 راعي من المطارنة والأساقفة والشمامسة والأساقفة والكهنة والرهبان فيهم بس 10,000. طب فين فين يا أبويا فين يا أبويا؟ احنا مش دريانين التدحرج اللي بنوصل له، احنا مش دريانين. عيني عينك الفسادين عريانة، عيني عينك. وناس بتقول لي بتعيد وتزيد الكلام، بعيد وزيد الكلام في ايه؟ ما هو ما ياريت يتقال اه صحيح. ما انا بلقي الضوء زي ما ربنا بيحسسني لشيء معين. ليه ربنا جايب ضيقات؟ احنا وصلنا خلاص يعني 1% بس اللي ممكن كاهن او اسقف صورة المسيح. خلي حد يقول لا اكتر من 1% المسيح تاني، صورة المسيح تلك الصورة عينها زي اللي شفناها في يوحنا المعمدان او الانبا انطونيوس. كل 100 كاهن ممكن نلاقي كاهن زي الانبا انطونيوس، نلاقي 2 كهنة، نلاقي 5، نلاقي هو المفروض يكون ايه ماشي. لكن القانون ذلك القانون عينه، انا بس دي اللي عايز اختم بيها كل الموضوع. القانون ماشي في 1%، في 5%، في 10%، بس القانون السائد ايه؟ اتكسر الانجيل. بس دي النقطة اللي عايز ألقي الضوء عليها. وعيني عينك جبناها من الدسكولية، عيني عينك ان الأسقف سنه 50 سنة ما ياكلش لحوم، وقدام الفيديو كهنة مشهورة وأساقفة مشهورة ورعاة مشهورة وموايد وقدام ناس معروفة، أغلى حاجات ضد الإنجيل ضد الدسكولية. يعني حتى القوانين الأدبية بنات تبعت لرجالة وتعودوا يبعتوا الرجالة، وقوانين كل ضد الأدمية. يعني مش حكاية ان الدسكولية اتكسرت ما فيش مسحة مرضى بينادى بيها ويعلم ومتعاش، وبنشوف قدوة من رعاة قدوة يقول لا في مسحة مرضى. ومش كده وبس، ده عيني عينك بقي المتبع المتعاش فساتين عريانة في الأفراح، المتبع ضربه والأسقف لازم يبقى ليه عربية. يعني كنا في سوهاج البابا قال عشان يجيلكم الأسقف لازم عربية مرسيدس. ليه؟ ما هو في بقى متبع، بقى في قوانين عالمية، قوانين شاول، واحنا مش دريانين. في قانون شاول اللي هو الملك اللي هو كل الناس سيدنا، وواحد بس بيعمل قهوة لسيدنا، واحد بيعمل الأكل. طبعا ما فيش، ما سمعناش في أسقفية غير كده إلا بقى 1%، 2%. فبقى القانون العام هو عكس الإنجيل. يا رب يكون الكلام واضح، والأيام اللي جاية نقدر نستشف ليه الله غضبان، ليه نزل نار، ليه نزل طوفان، علشان كل القوانين الكنيسة والأدمية اتكسرت ومية في المية، والمتبقي بس يعني برضو سايب البنات اللي مش محت... زي ما في العهد القديم بيقول يجي ملك يسيب مش إلا يجي مش عارف إيه حسقية يشيل البتاع ده اللي بيتقطع، الحتت اللي بيتقدم فيها ذبائح ومرتفعات أهو ملك يعني حاجة كده هو مرة نسان ولا مش عارف إيه ملك يجي كده هو زي حسقية أهو واحد كل 100. ده اللي حاصل فعلا الأيام دي. ونفتكر كمان كلام ربنا في يوئيل 1، هذا ما أوحى به الرب إلى يوئيل. اسمعوا هذا أيها الشيوخ واصغوا إلي يا جميع أهل الأرض، هل جرى مثل هذا في أيامكم أو أيام أبائكم؟ يعني ربنا بيسأل، بيجي وقت معين هو وقت الطوفان ده أو وقت نزول النار في سدوم عمورة، وقت الذروة، ذروة إنه الله مش قادر يتحمل. زي ما قلنا ممكن الواحد بيشوف من 100 سنة ثغرات في الكنيسة، حاجات بسيطة لكن عملية تكتر تكتر، الموضوع عمال يكتر يكتر، وصلت لدرجة إن حتى الستات لابسة فساتين يعني أكتر من الميوهات، وحاجات وضرب قدامي عين عينك. يعني الكاميرات عمالة تجيب أساقف وعمالة تضرب 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 وطرد. يعني فهل حصل ده؟ جرى مثل هذا في أيامكم يعني مثل أيام أبائكم؟ اخبروا بهذا أبناءكم، وليخبر أبائكم أبنائهم
لينقلوا للأجيال القادمة. إنما تخلف محصولكم من هجمات الزحاف التهمته أسراب الجراد، وما تفضل من أسراب الجراد أكلته الجنادب. يعني إيه بقى؟ وما بقى من الجنادب قضى عليه الطيار. اصحوا أيها السقارة، يعني اللي باقي من الجراد الكبير كلوا الجراد الصغير والأصغر أصغر، وعمالة الحاجات تتضاءل زي بكتيريا عمالة تاكل في تاكل، زي فيروس عمال يزداد وينتشر، يعني كورونا في العالم وكورونا في كنيسة وكل اللي ممكن نتخيله عمال ينتشر وإحنا مش دريانين. اصحوا أيها السقارة، إحنا مش حاسين. وصلت لدرجة إن الستات عريانة في الكنيسة، ده مفيش ديانة في العالم حتى البوذية والهندوسية الستات تدخل كده. فاصحى يعني سقارة بشكل ضرب عيني عينك، أبصلك بس مفروض تترعب، أنا مفروض ما أكلمكمش حبايبي، أنا لسه طيب عليكم، أنا لسه حنين. خلاص صورة شاول إن الملك اللي يبطش ويضرب بكل حاجة، ده المفروض، ده القانون بقي، واحنا مش حاسين. اصحوا ايها السقارة، ابقوا يا جميع مدمني الخمر على العصير اللي هو المفروض يكون الشبع بتاعنا، اللي هو الشبع من الله، شبع الروح، عصير الكرمة، اللي هو ايه. الموضوع مش امارس طقس وممارس، وما فيش حاجة صح ولا غلط. الله سمح لواحدة زي مريم المصرية تطلع تقول له من 50 سنة اللي قالت للقديس يوسيما انا ما تناولتش، يعني ما مارستش الطقس، لكن هي عايشة استحقاقات دم المسيح، يعني هي عايشة بالروح. يا الله بدل ما ينزل في زي ما فهمني ربنا، بقول له ازاي دول ما بتناولوش؟ قال لي ما هو كانوا بيتناولوا كل يوم يا ابني، انا بنزل بالروح في الرغيف الخبز وبنزل في العصير، ما انا بنزل عليهم على طول مباشرة من غير وسيط حتى مادي، في وسيط مادي وفي وسيط انساني، ما حدش علمنا، لكن او القديسين ما حدش علمهم، لان قد انقطع عن افواههم، ما فيش عصير خلاص. أمة زحفت إلى أراضي، أمة قوية لا تحصى لكسرتها، لها أسنان ليث الأسود وأنياب لبوة، فأتلفت كرومي، يعني دخلت أرواح 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 وتلفزيونات ونت على الأطفال، وإحنا والناس اللي بتطلع برة بقى محدثين النعمة اللي هي ما شافتش، وأربعة لا تحتملهم الأرض عبد إذا ما، يعني ناس كتيرة بتطلع من وسط متوسط عائلات فقيرة بتطلع برة وبتبقى كهنة، واللي حتى مش يعني اللي عاش برة أهو، لكن فجأة واحدة يجيبوا راعي برة. إحنا كنا هناك برة في ألمانيا في مكان ما، جابوا راعي من الصعيد جابوا، فطبعا لا تحتمله الأرض، زي واحد من جوع بقي شبعه. فالكنيسة مش دريانة بالخراب اللي بيحصل في 100 سنة ده، الكنيسة مش ده 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 في أساقفة برة، يعني قالوا خلاص العهد القديم ده مش حقيقة، ده أدم وحواء دي قصة رمزية، ده أسقف مشهور في أمريكا وأسقف تاني منزل له فضايح وقرايب البابا ومش عارف مين، محدش يتكلم. فخلاص سرب الجراد أكل العالم وإحنا مش دريانين وما فيش ولا حاجة. لغاية النهاردة عادي نعمل تمثال ب10 مليون، دي العذرة، والعالم عمال يتلاشى، وأوبئة ومجاعات وزلازل، والقطب الشمالي عمال يسيح، والدنيا عمالة تضيع وحرب، وإحنا مش هنا خالص في التقلية والملوخية. نوحه في يوئيل واحد بيقول نوحه كما تنوح صبية متشحة بالمسوح على زوجها الذي مات، نوحه لأن تقدمات الدقيق والخمر قد انقطعت، ما فيش تقدمات على بيت الرب، ما فيش تقدمات، ما فيش صوم ارجعوا إلي بالنوح والصوم والصلاة. صوم والصلاة ايه؟ الدروشة دي شكلك بروستانتي، شكلك انجيلي، شكلك من غير دين خالص، عادي يا ابني عادي، ده راهب كبير في وادي النطرون، عادي يعني الله راضي بينا كده وبيحبنا كده، ونفهم الدين صح، ده أب اعترافي في ألمانيا، نفهم الدين صح، ما هو كل واحد يفهم زي ما هو عايز. إيه هو الدين؟ أنت بتقول لا ليه؟ ما هي ده إيمان الكنيسة، كل واحد عمل إيمان وكل واحد عمل دين. أيوة فين القصبة؟ بتقيس بأي قصبة؟ بتقيس نفسك بنفسك؟ يقيسون أنفسهم بأنفسهم، فانتحبوا أيها الكهنة خدام الرب، قد خربت الحقول وناحت الأرض، لأن الحنطة تلفت والخمرة انقطعت وافتقد زيت الزيتون، خلاص مفيش زيت زيتون. احرسوا أيها الحرسون، ولولوا أيها القرمون على القمح والشعير، حصاد الحقل تلف، ذو القرم الزبل، التين والرمان مفيش، أيها الكهنة اتشحوا بالمسوح. مسوح ده ميدة، واللي يتكلم، أنا كنت في ألمانيا أب كاهن معروف في مكان ما بيقول عايز أي أخويا،
شكلك كده يعني عايز ايه يا اخويا؟ ما ماشي انت قديس يا اخويا، روح للبريه يا اخويا. لما بقول له هل صح كده موايد وثلاث انواع لحمه ونتعشى بكيلو لحمه، زعق لي. هو فعلا انا طبيعتي يعني في ادب، يعني انا مش بقول كلام مش متربي في الشارع، بتكلم بادب. هو يا ابونا مش المفروض الاباء بنفتخر بيهم، هو المفروض ده راعي يعني مشهور جدا في مصر يعني. زعق لي، عايز ايه يا اخويا؟ طب يا اخويا اعمل زي انا سيمون يا اخويا، جاي لي انا بتقول لي ما تعمل يا اخويا في صمتي يا اخويا، انت مالك انت؟ قلت له انا مش بدين، انا بقول له ايه الصح؟ هو الصح كده موايد موايد واهتمامات ومرسى اللي بتهتم. ما ردش عليا وشوح بايده، ازاي تكلمني؟ بقيت قوانين، ابص لك بس تترعب، ابص لك حبايبي انا لسه حنين عليكم. القانون اتغير ليه؟ ما دخلت الغوغاء والجراد وعمل الحمص، الجراد عمال ينتشر والبكتيريا انتشرت بالسلبية. فأيها الكهنة اتشحوا بالمسوح مسوح والولوا يا خدام المذبح، تعالوا وبيتوا ليلتكم بالمسوح، لأن تقدمات الدقيق والخمر قد منعت من هيكل الله. خلاص ما فيش تقدمات الوقت، ما فيش. قدسوا صوما ندوا باعتكاف، دروشة، ما هي كده الدروشة. ربنا قابلنا كده يا حبيبي، وادعوا الشيوخ وجميع سكان الأرض في هيكل الرب إلهكم وتضرعوا لله. يا له يوم، يا له من يوم رهيب، لأن يوم الرب قريب ويأتي حامل معه الدمار من عند القدير. ألم ينقطع الطعام أمام عيوننا؟ أم يتلاشى؟ ألم يتلاشى الفرح والغبضة من بيت إلهنا؟ قد تعفنت الحبوب المزروعة، مش محتاجة تعليق، وتهدمت المخازن وفرغت الصوامع من القمح، لأن الحبوب قد جفت وشردت المواشي وفكرت ده الحقيقة. احنا عايشين في يقول الوقت ده اللي إلهي قال لي، الله هيأكد الكلام ده الأيام اللي جاية. خلاص هي أيام، لأن النار التهمت مراعي البرية وأحرق اللهيب كل أشجار الحقل، حتى الحيوانات البرية استغاثت بك، لأن مياه الجداول الجارية جفت. مفيش مياه جارية، مياه الجارية جف، والتهمت النيران مراعي البرية. خلاص انفخوا بالبوق في صهيون، اطلقوا نفير الانذار في جبل، ليرتعد جميع سكان الأرض، يوم الرب مقبل وبات وشيكا، لأنه يوم ظلمة وتجهم، يوم غيوم مقفهرة وقتام دامس، وتسحب فيه أمة قوية عظيمة، زي ما سمح لنبوخذ نصر سلم ربنا يهو يقيم الملوك. ده يهو نبوخذ نصر ليه؟ ما أنا شايف نفسي أنا، أنت بس أبصلك تترعب. الأساقفة ده أسقف البحر الأحمر، وده أسقف فرنسا، وده أسقف كل ده عن نت، أنا ما جبتش حاجة. هو مبسوط عن نت كده، عايز يبين كل واحد مبسوط إنه هو إله. فخلاص لما بيبقى يوصل الموضوع كده يجيب له نبوخذ نصر تاني، يجيب له فرعون تاني، فتسحف أمة قوية وعظيمة كما يسحف الظلام على الجبال، أمة لم يكن لها شبيه في سالف الزمان. طبعا لما ربنا بيلاقي الناس كده وذاتها توهمت والوهم انفجر، وهم انت بتقول لي لا ليه ومش حاسس، وده أبونا ومحدش يتكلم، أعتقد في نفسها لا يكن لها نظير بعدها عبر سبيل الأيام. يا سلام، ستلتهم النار إذن ما أمامها، ويحرق اللهيب ما خلفها، الأرض قدامها كجنة عدن. خلاص يثبتون على جبال رؤوس الجبال كفرقعة لهيب نار، يلتهم القش وكجيش عادة مصطفر القتال، وتنتاب الرعدة جميع الشعوب وسكان الأرض، وتشحب كل الوجوه. ده اللي هيحصل، ده اللي إلهي ورهولي، والأيام اللي جاية هتثبت الكلام ده. أنا مش بيتهيأ لي، كلامي ثابت من 10 سنين وما غيرتوش عن طريق مذيعة جميلة ولا سقفة. ما الخليقة الجديدة، ما خلاص أنتم لستم من هذا العالم، أنا كأني بتفرج على فيلم حقيقي. يجهز الرب صوته في المقدمة خلاص، ويجهر لأن جنده لا يحصى لها عدد، ومن ينقذ أمره يكون مقتدرا، لأن يوم الرب عظيم ومخيف جدا، فمن يتحمله؟ ارجعوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والنوح والبكاء،
هنصوم كده كده أردنا أم لم نريد هنصوم، كده كده هنبكي أردنا أم لم نريد، كده كده هنوح، ما هو الله أبونا وهو عارف مصلحتنا، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، كده كده هنمزقها لأن هو أبونا. ارجعوا إلي، ارجعوا إلي لأني أنا إلهكم الرب إلهكم، لأني رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ولا يسر بالعقاب، لعله يرجع ويكف عن العقاب. اجمعوا الشعوب وقدسوا الجماعة، احتشدوا أيها الشيوخ والأولاد والرضع. ما فيش يعني، ما حدش حاسس بكل ده، احنا بنعمل تمثال للعدرة، للعدرة دي أم النور، شكلك مش أرثوذكسي. حينئذ يغار الرب على الأرض ويرق لشعبه، ده لما نلبس المسوح زي أهلنا. ليه لبس المسوح؟ لأنه قبله يدخل الروح القدس يبكتهم، لكن احنا أبصلك بس تترعب. إخواتي أنا حنين عليكم، المفاهيم بقت مقلوبة. الراعي المفروض يبقى خادم، من أراد أن يكون أول الكل يصل للجميع عبدا، بالله على الكل، بالله على الكل، بالمنطق، بالله على المذيعات الجميلات اللي بتبعت للرجالة وعايزة تشهر، بالله على كل أسقف، أنا بس اللي أقوله بس يعني تلغي كل حاجة في دماغ، بالله على الكل بكل الفئات. احنا حاسين فعلا ان كل واحد صورة المسيح، وهل دي صورة المسيح؟ ابص لك تترعب، بالله على الكل، بالله على الكل، من اراد ان يكون اول الكل، المسيح بيقول يصير للجميع عبدا، بالله على الكل، هل دي صورة عبد؟ ابونا داود لما هل دي صورة العبد؟ الاسقف اللي مقطم عمال يضرب، والاسقف اللي فصوت عمال يضرب، تلقائيا طلعت، ما هم مش فاهمين انتوا يعني، حتى علم النفس بيقول حاجات كتير، احنا مش ده مجرد بس تلقائي غصبا عنه واحد هيقع يصرخ يا رب، بيقول يا لهوي، مجرد واحد بس جه يبوس ايد الاسقف بتاع اسيوط ضربه على راسه، راجل كبير فوق السبعين، مجرد مش عارف كان بيعلق في نجع حمادي ضربه على وشه في الجمعه العظيمه وقال له ينتجم منك رئيس صاحب العيد، ينتجم، بالله على الكل، بالله على الكل، ده مسيح تاني؟ ده السؤال كل واحد يجاوب نفسه من الرعاه. في رمية 6 آية 7 بيقول الذي مات كتبرأ من الخطية. فصاحب السؤال بيقول لي أرجو الشرح. في هذه الآية بولس الرسول بيتكلم على الزمان اللي احنا عايشين فيه، يعني مثلا واحد سرق وقتل واتقبض عليه وبيتحاكم، وطبعا في آخر المحاكمة هياخد إعدام، لكن في وسط المحاكمة مات، جات له سكتة قلبية، جاله أي حاجة، مات، القضية بتاعته بتتقفل، كلمة اتقفلت يعني لا نستطيع أن نثبت عليه خطية لأنه ذهب من العالم بتاعنا إلى العالم الآخر. فبيقول الذي مات قد تبرأ من الخطية، يعني ما نقدرش نقول نحاكمه، لا، يقولك يقفلوا القضية، يجوا في آخر القضية يقول انتقل في اليوم الفلاني الساعة الفلانية بتاريخ كذا واتقفلت القضية وما يتحاكمش عليه لأنه مات. احنا الناموس هيدنا، الناموس هيدنا، فإحنا مدانين بالناموس. لما الناموس جه مت أنا، يعني اتحكم عليا بالإعدام. ليه اتحكم عليا بالإعدام؟ لأن الناموس قال عننا إن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. طيب إزاي أنا أتبرأ من الحكم اللي حكموا عليا الناموس؟ إن الناموس يموت أعيش أنا، الناموس يحيا أموت أنا، بس الناموس عمره ما هيموت، لأن الناموس كلمة الله، وكلمة الله ما تموتش أبدا. السماء والأرض تزولان ولكن حرف واحد من كلام الله الناموس لا يزول.
يبقى إذن لابد إن أنا أموت. أموت إزاي؟ مدفونين معه في المعمودية، فأنا مت مع المسيح، فيبقى لما مت على المسيح مع المسيح فأصبح الناموس ليس له حكم علي، لكن أصبحت حياتي اللي مسؤول عنها المسيح، فأحيا لا أنا بل المسيح يسوع يحيا فيا. زي ما سمعنا من أبونا المبارك وكل أبونا مبارك وعبر العصور أباء أسقفة مباركين، أباء بطارقة في الألفين سنة دي مباركين في مصر وفي أنطاكيا وفي سوريا وفي حتت كتير كله مباركين وناس طيبين، وأيوب كان طيب وخالي وجدي كانوا ناس طيبين، واللي قالوا أبونا ده من يعني، لكن الحقيقة عملي النتيجة كانت إيه لما مارست أو ما مارستش الطقس؟ يعني عمليا أولا الله كده بيميز ناس في مصر، لأن بنقول هنا بس المعمودية، ما ميزت ناس في أوروبا لأن الكنيسة الأرثوذكسية مش معترفة بمعمودية الكاثوليك أو البروستانت أو الكنيسة الإنجيلية، يبقى كده الله ميز. برضو نعدي الحتة دي، إيه هي المعمودية؟ لما الطفل اتعمد إيه هي المعمودية؟ الله حطت لنا في المعمودية، المعمودية هل ترتيب؟ فين في الكتاب المقدس ترتيب؟ بس الكتاب بيقول بصراحة إن أعطي ناموس قادر على أن يحيي، ترتيب يعني اللي كان بالفعل البر بالناموس. في ناس فهموها أنه في العهد القديم بس، يعني ترتيبات العهد القديم، ماشي نمشي مع المسيح، راح مارس الطقس، بعد كده حصل إيه؟ ما فقط عيشه كما يحق إنجيل المسيح، بيقول أنا هو الطريق كما صنعت أنا، صنع إيه المسيح؟ أولا يتعمد سنه 30 سنة زي ما الكنيسة بتقول في الكنيسة الأولى، الآباء اللي أبونا داود لما قال لنا حياة الآباء قالوا أن في خرس موعوظين وخرس معترفين وخرس مؤمنين. الأول موعوظين أسمع أفهم، لكن يعني يتعمد عريس ملك إمبراطور تقدم لواحدة، يتقدم لها وهي طفلة ويوافق عليها أبونا يقولوا آه ما هالأب والأم إجبين ماشي، هل كده هي مشيت الطريق؟ مش الشخص الطريق؟ واحنا برضو ما نضحكش على نفسنا ونبقى صادقين. أبونا مع احترامي ليك أسأل حضرتك، الطفل كده مشي الطريق؟ الدفن يعني عملي الدفن وعاش الكتاب المقدس؟ الدفن يعني عاش ومات وعاش الكتاب المقدس؟ مات وصلب وكبر وقام؟ ياريت أبونا بس يجاوبني، صلب وكبر وقام ومش الطريق القرب، ما أضيق الباب وأقرب الطريق. الطفل سنه 40 يوم مشي الطريق اللي ما أقربه وما أقرب يعني، وطلع البرية وحارب وورنا ربنا الحروب شكلها إيه، وتشبه بالمسيح في طلعه للبرية، وقال ينبغي أن يكون في مال أبي، راح مصر. ما إيه فايدة الإنجيل؟ ايه فايده؟ فقط عيشوا كما يحق للانجيل، يعني في عناوين عريضه كده عاش الانجيل، راح مصر ومش لازم مصر يعني جغرافيا، لكن هرب وتعب ورجع وقال ينبغي ان اكون في مال ابي. ايه فايده التسلسل حياه المسيح على الارض؟ يا ناس كان ظهر المسيح زي ما ظهر زمان كذا مره ليعقوب ولا لابراهيم، ليه عاش 30 سنه؟ عشان يعيش لنا ويجهد لنا. طب وسر القديسين اللي بتأكد، ففي حاجات ما فيش عذر فيها، حياة المسيح وسر القديسين بتؤكد ان الموضوع حياة فقط عيشه، والدليل والبرهان اللي مش محتاج حد يتكلم فيه فين الثمر. فانت حضرتك ابونا بتتكلم عن ممارسة الطقس، لكن فقط عيشه، ايه هي الحياة بالنسبة لحضرتك الانجيل ان المسيح عاش لي؟ هتقول لي اه طبعا، ما فيش حاجة تنفصل عن حاجة، ما فيش شيء لا يجزأ. المعمودية حياة، كل القديسين قالوا كده، المعمودية حياة موت طول نمات كل النهار، يعني مدفونين معه، يعني في دفن طول النهار. إن لم تقع حبة الحنطة، الطفل هو طفل وقع حبة الحنطة، اختار يكون ده العريس، كله مربوط ببعض، كله مربوط ببعض. عشان أنا أقبل العريس لازم أقبل حياة الموت والدفن عن العالم، عشان أقبل حياة العريس لازم أقبل حياة الموت والدفن عن العالم. مدفونين معه في المعمودية حياة نمات كل النهار، مدفونين كحياة مش ممارسة الطقس. أنت حضرتك بتتكلم عن ممارسة الطقس،
مش عن الحياة. قالوا لنا في الكنيسة حفظونا ممارسة الطقس مش الحياة. البرية حياة هي ممارسة الطقس. القداس طلعنا في السماء ممارسة الطقس، وأنا مفعول به وأنا مفعول به وأنا مفعول به، وأنا طفل مفعول به عمدوني. في القداس أبونا هو اللي بيصلي، أنا مفعول به مصطف من المصطفين. لكن متى صليت أدخل مخدعك؟ ده أكبر برهان أنا أخرجه الروح البرية، أكبر برهان أنا. أنا اللي لازم أطلع البرية. إن أردت أن تكون كاملا بيع كل مالك، أنا لازم أبيع كل مالي. مفيش خالص بيع كل مالك، أكبر برهان. أكبر برهان إن أنا فقط أعيش، لازم أعيش كبناء الفلك، أعيش كهروب من بني زي بني إسرائيل من فرعون وفي البرية سنين. أكبر برهان أعيش لازم أهرب من هيرودس وأروح مصر وأرجع، إن في حياة. كل ده مفاهيم في الكتاب المقدس هدنا من وقت ما ربنا قال لي نوح ابني الفلك، من وقت ما هربوا وقعدوا يمشوا في برية وربنا ورانا المن. أنا المن النازل في من السماء، ليس كما موسى أعطاكم المن في البرية. فين البرية؟ وفين شق البحر؟ وفين الهروب من فرعون؟ وفين الذهاب لمصر؟ وفين الخروج البرية زي المسيح 40 يوم وليس بالخبز؟ كل ده وانا طفل دون أن برضو الأباء ما قالوش كده، ولا عاشوا كده، ولا المسيح قال كده، ولا عاش كده. وفي النهاية برضو زي ما المسيح ختم موعظة على الجبل، من الثمر تعرف الشجرة، فالإنسان بيتعرف من الثمر بتاعه. فين الثمر؟ قالونا في الكنيسة إنك أنت خدت المعمودية، وإن فعلا لما كبرت ربنا علمني حاجة. هو ختم الكلام من الثمر تعرف الشجرة، وكلمة الله بتقول فقط عيشه. لكن أنا وطفل اتمارس علي حاجات، دي حاجات عربون. نفتح الكتاب وفي برهان قاطع على اللي المسيح علمه لي أنا شخصيا هو الصح، إنه فين الثمر؟ فين التغيير؟ فين السمير الصالح اللي بيشيل الناس؟ كل كاهن مفروض يبقى سمير صالح يشيل كل واحد ويسخر عليه أو حتى يهتم. ناس كتيرة مش لاقية شغل، ما حدش مهتم بيها. ناس كتيرة ومش كده وبس، وناس كتيرة بنات بتتفضح وبتتشهر بيها وبتضيع سمعتها وبتتقهر، وده أهم حاجة، وبتموت نفسيا، ورهيبات بتطرد. وسكوت على مدار 10 سنين اللي فاتت والعشرين والتلاتين سنة فاتت، وأنا بتكلم عن ناس أعرفهم كتيرة جدا وقربتي وحاجات كتيرة. فمن الثمر تعرف الشجرة. قالوا لنا في الكنيسة انت خلاص اتعمدت، خلاص زي واحد كان محكوم عليه حكم الاعدام، ده راهب مبارك قال مثل من كام يوم رائع، واحد محكوم عليه حكم الاعدام فمات، هل ينفع يتنفس فيه الحكم؟ كل الكنيسة قالت لا طبعا. ليه؟ ما هو مات. انت بقى في المعمودية، فالسؤال حضرتك قصدك ممارسة طقس المعمودية ولا حياة المعمودية؟ كل الاباء القديسين قالوا في بستان الرهبان كل يوم لازم بتتعمد لما تبكي على خطاياك. حياة المسيح والقديسين ما ينفعش يجي حد يقول رأي ثالث. حياة المسيح أخرجه الروح للبرية. يعني إيه هي المعمودية؟ بمارس طقس، باخد العربون، بيأكد لي ربنا، مع إن إحنا قلنا كارنيليوس حل الروح القدس عليه واتبكت، وأهل نينوى اتبكتوا من غير روح قدس. قلنا ده عهد قديم. في العهد الجديد ما هو في ناس ما مارستش طقس، خدت الطقس آه، بس فين 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 الثمر؟ من الثمر تعرف الشجرة. فهو الموضوع فقط عيشه حياة، مش ممارسة طقس أنا مفعول به. ده التعليم بتاع المسيح اللي علمه لي، والدليل حياة المسيح نفسه، والدليل حياة القديسين. ليه ما اكتفوش يا بونا مع احترام للأب الورع اللي بيقول خلاص ما انت تعمدت زي اللي مات فتحكم عنه، هو مات عني، طب ونموتنا معه؟ مفيش مات عني. احنا ركزنا وعلمونا في الكنيسة دور المسيح. طب دوري انا فقط عيشه، مش فقط يعيش المسيح، ان متنا معه، مش انه مات المسيح. ده نص الكتاب المقدس بيتكلم على دوري انا، بدءا من نوح ابني فلك. ما قالوش ليه ما بنالهوش فلك؟ ده اول التعليم اللي علمها لي ربنا. ليه ما بنتهلوش فلك؟ ليه ما وعدتوش هطلعه فوق جبل؟ لو هو عايز يعمل خطه ربنا، ليه ما وعدوش يحطه في حته تانية في ارض تانية؟ ليه قال له اقعد ابني 100 سنه؟ وهل الموضوع للدرجات دي ربنا يعني صعب عليه ينقذه؟ بيقول لك لولا ان نوح بنى الفلك، لا، لولا علمه ازاي يجاهد. ده اللي علمه لنا القديسين. عشان كده السيد المسيح بيقول اجتهدوا أن تدخلوا. ليه لما اتكلم عن الخلاص ما قالش أنا هخلصك يا بونا، مع احترامي للكاهن الورع اللي بيقول خلاص أنت اتعمدت، اتعمدت
مش واضحة يا ابونا، عايمة، اتمارس عليك يعني مفعول به طقس معمودية وانا طفل دون ان ادري، ولا مشيت الطريق وجاء مفيش، اجتهدوا ان تدخلوا من باب الضيق مفيش، ما اضيق الباب اقرب الطريق لان كثيرون ارادوا ولم يقدروا مفيش، كتير بيجروا في الميدان واحد بس بياخد الجعالة مفيش، ما بتتقالش الايات دي خلص اللي هي انا الفاعل، لم تنطق من اساقفة وبطارقة، لم تنطق من الاباء الورعين اللي دقنهم، لم تنطق اللي نطق بيه الايام دي انت بتقول لا لي، اللي بتقول لابونا كويس من الطاعة، فين دوري؟ فين دوري نمات كل النهار؟ فين دوري نحسب مثل غنم للذبح؟ فين دوري ان حتى يعني جمل من ثقب ابرة؟ وفين دوري للطريق للكمال؟ لو انا عايز اعيش الكمال المسيح بيقول ان اردت ان تكون كامل باع كل مالك، وانا وطفل مارس طقس المعمود اتمارس عليا، فين دوري؟ وهو بيقول ان لم تجاهدوا بعد حتى الدم، فين دوري وانا طفل؟ لما نحط بس كلام المسيح وحياة المسيح وسير القديسين في كفة، حياة المسيح وكلام السيد المسيح وحياة كل الآباء القديسين اللي احنا عندنا في صام معملنا كنايس بأسميه وعملين كنايس، واللي بيتقال في الكنيسة الوقت انت بتقول لا ليه، او خلاص انت اتحررت لانك اتعمدت، يعني اتعمدت موت ولا هو موتوني مش نفع، اختاروني الموت مش نفع، يا بونا أرجوك يعني أتوسل إليك أيها الأب الورع يلي قلت خلاص أنت تعمدت وأنت طفل، يعني تعمدت، يعني معمودية، كلمة الله بتقول إيه؟ مكتوب، بس ما هو مكتوب أيضا ومكتوب أيضا ومكتوب أيضا، ورانا ربنا في التجربة على الجبل الامتحانات واللف ودوران بتاع إبليس والأفكار، مكتوب ربنا قال له إيه؟ ما هو مكتوب أيضا، أحنا تعمدنا طيب، ومكتوب أيضا أخرجه الروح للبرية، فينها؟ احنا اتدفننا معاه، مكتوب ايضا يا ابونا ان متنا معه محذوفه، ان صرنا متحدين بشبه موت، دوري انا الموت يعمل فينا من اجلك اقمع جسدي واستعبده، وبعدين تاهين في البراري والكفار وشوك الارض معتزين مكروبين والعالم لم يكن مستحق لهم، لم انت خلاص وانت طفل اتعمدت، تاهوا في جلود غنم وجلود ماعز، لا ما خلاص استكوزة وكده اهو، ونقتل المسيح يتقتل وتصلب ماشي، وبعدين ستفتح الأسفار، نفتح آخر إصحاحين في سفر الرؤيا، ودينا كل واحد مما هو مكتوب، مكتوب إيه؟ هنقول لأبونا هيقول لنا ما هو مكتوب أيضا، هنقول لأبونا طب هيقول لنا ما الشيطان قال لنا يا ابني الكلام من الإنجيل، ارمي نفسك يوصي ملائكته بك، ما هو ما أنا وريتكم يا ابني إن الشيطان بيتكلم بآيات، ما انا وريتكم، ما انا جيت وريتكم ليه يا ابني؟ مكتوب ابونا اللي شعره ابيض الدقن ده البطرك قال، ايوه ما الشيطان وريتكم انه قال من الكتاب، مكتوب ان احنا تعمدنا معاه، خلاص يعني تعمدنا فقط عيشوا، عشت ايه؟ من لا يترك جميع امواله بيعوا مالكم وعطى صدقه، لا اي بس طمها الكتاب هيظل الكتاب مش هينفع، حتى لو هتعمل ايه في كلمة الله اللي تفتح الاسفار، تطلع فوق في السماء تلغي الاسفار، ودينا احنا بنقيس نفسنا، في ناس قاسوا نفسهم بانفسهم، ابونا قال لنا انت في المعمودية، ايه هي المعمودية؟ ابونا قال لنا ما هو الشيطان قال للمسيح ايات، مكتوب ما هو مكتوب ايضا، اول رئيس كهنة قال لنا اقلعوا اقرات الدهب، وبطرس قال لنا اعدوا لي طعام، لكن إلهنا قال وعاش إيه، وكل القديسين وده اللي هيتحاسب في يوم الإيه، أعتقد الكلام واضح من الثمر، كل ده برضه ممكن يكون أنا فاهم غلط، فين الثمر؟ فين اللي بيحب عدوه؟ فين الكاهن اللي هو يرضى يعني فعلا يصير للجميع عبدا، والشباب متشرد ومش لاقي شغله، والبنات بتنتهك، وكتير جدا من رهبان وراهبات، أعداد أنا عن نفسي أعرف شخصيا يمكن 20-30 راهب وراهبة سابوا الدير، وفي اللي خد حقنه واترمى على الطريق وبيشتغل الوقت في كشك بيض، وكان راهب مهندس كبير جدا في أكبر أديرة ولاد النطرون عشان قال لرئيس الدير لأ، فأنت بتقول لأ ليه؟ قانون أبونا داود لما مع احترامي ليه، أنت بتقول لأ ليه؟ مش بتقول لله ليه؟ لم يعد فيه الله برضو، ما فيش عذر، أنت بالعذر، كلمة الله واضحة، حياة يسوع المسيح واضحة، سير القديسين واضحة، وأنا نفسي من جوايا أبص على نفسي في المرآة
أشوف فين الثمر، هذا يكفي جدا. كل واحد يشوف الثمر. هل بقي مسيح تاني بعد 20-30-40-50 سنة 60 سنة؟ هل بيعمل زي السمير الصالح؟ هل بيصلي لأعدائه؟ هل بيحسن لمبغضيه؟ هل فعلا بقي نفس تلك الصورة عينها؟ هل فعلا يقدر يبيع كل ماله لأنه اختنى غناء روحي؟ بقي كما في السماء؟ لأن اللي في السماء مش مهتم بأي شيء هتعملوا لنا النهاردة، ده مش في السماء. نفتح الكتاب قبل فوات الأوان، مفيش عذر لأي حد، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. وصلوا لي.